كم مرة اضطرينا نعمل سفرة للعيلة بآخر لحظة من حوادر البيت؟ أنا اليوم اخترت أشياء عشوائية من الستور لنتعلم سوا وصفات جديدة من الشيف. هاي شيف. هاي ملك. سوربريز اليوم. سوربريز كبيرة. اليوم جبت لك رحت على الستور أخذت المفتاح وجبت لك أغراض. بس بشكل عشوائي يعني أنا أصلا هيك مثل كأنه سكرت عيوني وبلشت نقي. أنت مسكر عيونك نقيت هول كلهم؟ مكتر عليهم شوي. شو عنا عنا أغلبية جزر لقطين دجاج روكا سبانخ سلطة ميكس موز حمص منقوع كنت عامل فلافل. لا دول بالستور عندي هون بالبيت بالستديو بصل توم شامبينيون بيزبطوا في كثير اشياء بيطلع بيطلع لنا شيء وجبه فيها بيطلع معك شيء يعني يا شيخ بيطلع شو بيطلع معك في سمك بيض في كثير حنبلش اول صحن اوكي حنعمل شوربه شوربه شو شوربه حمص مع سبانخ حمص مع سبانخ شو هيدي الشوربه يا شيخ جديده لا مش جديد بتروح انه شوربه سبانخ طيبه يعني عم تعمل على عرس حامض اوكي بس فرق عم نعمل حمص سبانخ هناخد بصل ثوم حنبلش يلا هلا حناخد المقلاية اوكي بلش نحضر اكيد على طول بلش نحمل المقلاية قبل ما نبلش الشغل بس بتحمى ليكون فيها حراره كفايه حنحط فيها شويه زيت زيت زيتون اوكي هلا هون زيت زيتون فيك للطبخ تخلطيه إذا بدك كيف يعني؟ يعني ما بدك قوة زيت الزيتون كلها فيك تحطي معها شوية زيت قلي تخلطيه نص بنص أو ربع بثلاث أرباع ليه؟ بخف طعمة زيت الزيتون بتعرفي أول زيت الزيتون إذا مثلا ما بنحب كثير زيت الزيتون أو طعمه إيه وبعدين الزيت بيحميه من لأنه بيحترق بسرعة زيت الزيتون أسرع من زيت هذا فبيكون هذا الزيت القلي عم يحميه شوية بيتحمل حرارة أعلى عم ناخذ طعمة زيت الزيتون أوكي شوية بصل جوانة يعني هلا نحن رح نعمل مثل شوربة العدس بحامض إيه رح نعمل حمص المفلوط مع سبانخ حلو بصل يعني كمان السبانخ عالي بالحديد بتدفى بالشتاء والحمص كمان كتير طيب في بقلبه كاربز وبشبع يعني كل مشاهدينا مثلا اللي جاهن عشاء او غدا مفاجئ او هيك شوربه على السريع فينا نعمل هيدا الفكره الحمص مع السبانخ بنفس طريقه العدس عدس بحامض فبتطلع طيبة اوكي هلا هون اكيد حيحمى زيت شوي حنجيب حامضة البهارات تبعها اكيد بفون يكونوا ملح بهار اسود في حدا بابريكا حسب انت شو بتحبي اي بهارات يعني الحاجة ام الاختراع يا شيخ 100% اوقات الواحد بيكون عنده اشياء بالبيت بده يخلصها مثلا اما بده يخترع هو حابب يخترع فيك تجربي هيك اشياء جديدة وحتى يعني انه